عملوا لنا محضر جلسة كون الماء مشروع الماء مش يبدا نهار 11 مارس في محضر الجلسة موجودة هاي. روحنا على رواحنا جبنا معنا محضر الجلسة وكل شيء. جاء 11 مارس ما فما شيء. صبرنا 12 و13 و14 و15 الجمعة كان ما فما شيء. مساك العادة معناتها رجعت الجي بي ان قاعد الساعة في الجي بي ان مسكر كياس موصل لهم حتى مسؤول. على غفلة معناتها أخو شاولة الطرود سكروا الطرود. عندنا قريب عام وحنا بلاشمي. الذر صي قلوبها فوضى تقعد عند الطرود ما يدروش على روحهم كيفاش مشوا للطرود فاضوا قلوبهم فاضت قالوا لك احنا ميتين حيين انا بلاش مي بلاش مي لاش عايش خليني يهزني الحاكم يربطني وانا مرتاح ناكل قد ما خبزه بين اربع حيوط وانا قاعد على روح موصلش ابني عايش تمتعت بالماء من الدار معناها يحل السبالة في الدار متاعي يتمتع بالماء هذية ما عشتهاش أنا عمري 40 سنة ملي عمري معناها بديت ملي مولود فيها ابني عايش وعمري 42 سنة ما تمتعتش به الماء جملة وصلت الناس ليزي معناها تنجم تعبي من الطريق الماء وصل ما عادش ينجم يعبي من الطريق ولا يشري فيه بالفلوس الماء الماء اللي نوصلوا به واللي ندوشوا به واللي نستعملوا فيه الدار كله نشروه من وراء جرارات من سيترنات حديد ما تدريش عليه منين جاي تراكتور يجي يعبي لك الخزان نتاعك ما تدريش عليه منين جاي لا من العقلته لا من السد لا من العيل ما تدريش عليه وبالصيف عليك مش تشريه نشربوا فيه هذا السيد هذا تو ماشي يجيب في الماء باش يفرق على المواطنة خاطر هاي الوضعية نحكوا عليها تاع ابن عيال شوف يندرى الفتر السيترنا هذه صحية نجم المواطن يعمل منها حتى يغسل منها شعره. عندنا صغارنا مرضى عندنا برشا نساء مرضى عندنا يموتوا برشا عباد تموت لهنا من الماء دريت حتى واحد كي يموت لنا ميت لهنا ما عندناش ماء سخون باش يغسلوا له ما عندناش معناها السب تحل السبالة ما فهمش ماء لما يجيب لنا التراكتور الماء باش نغسلوا الميت نتاعنا. المره هذيك اللي تشوفها تعبي في الماء تعبي في الماء من الكاوتش الرئيسي هذيك معناها بعد 10 ايام يوصل لها التورني نتاع الماء نتاعها كي يوصل لها التورني نتاع الماء نتاعها تبقى غادي كي باش تعبي لبدنا ذوك ما كانش ما تنجمش تعبي الماء جمله معناها هي زي ما تمشي للكياس للحلقوم الرئيسي اللي يهبط منه الماء باش هي تشوف المشهد هذا تشوف تنجم تعبي منه شويه الماء بعد 12 يوم باش يجيك التورني تو هذا اللي مصيبته مثلا نقول شربتني بعد 12 يوم باش خليت التورن خزانات يعبوا بتاتي واه زوج صندجات المفيد زوج صندجات ما مش ناجحين يعبي خزان يعبي في 45000 قال لك المندوب يزمى اقل ما يمكن 180 متر مكعب كل يوم من نجيبوهم احنا عندنا 40 متر 40 متر تستلزم 10 ديال تقول له بلاش كان السنه تتحس اما كان جمعيه صعب شوي الجمعيه ما يخدموش وثاني حاجة حتى المواطنين شنو؟ هاو يسرق هاو كذا ما يحبوش يخلصوا. هذه غياب إرادة على خاطر علاش؟ في ابن عياش ما عندهاش ناس يوصلوا له صوت، في ابن عياش ما عندهاش ناس يحكوا عليه، خاطر ابن عياش ماهيش جاي في وسط البلاد، وقتاش يجاوك لابن عياش المسؤولين يجوك وقت الانتخابات. ما يجيك حتى حد قبل الانتخابات وما يجيك حتى حد يفعل لك حاجه اليوم اللي نجموا نعدوهم به كونوا اخيرا وبعد ممكن العمل اللي قاموا به هو مزيد اخيرا ثم وعود جديه من وزير الفلاحه ثم اخيرا صارت جلسه اللي هي بنهار الجمعه صارت جلسه في الدائره نتاع التنميه الريفيه على اطار وزاره الفلاحه وستنطلق الدراسات في هذا المشروع تقريبا خليني نقول اواخر شهر افريل هما ممكن قبل ما نمش نقول اواخر شهر افريل وتنطلق الدراسات هذه ممكن تنتهي مع اكتوبر نوفمبر معناتها الدراسات
وتبدا الاشغال في 2025 نتاع الماء صالح للشراب. كي تمشي تحكي مع مسؤولين وواحد يقول لك تنشوف الحل. تو كذا تو كذا تو كذا تو كذا تو كذا تو كذا تو كذا، لان الناس هذي قال لك اخويا احنا ميتين ميتين بطبيعتنا، ميتين فيها القريه، معناها القريه هذي ما فيها حد شيء. Thank you.